أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن مصر مهتمة بمشروع سد نهر الرفيج بتنزانيا، مشيرا إلى أهمية إثبات قدرة ونجاح الدولة وشركائها في تنفيذ المشروعات الكبرى في الخارج. جاء ذلك خلال اجتماعه الثاني لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة والدورية للمشروع والالتزام بالبرامج الزمنية والجودة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي. المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي خلص إليه هذا الاجتماع الذي كان يعنى بمتابعة الموقف التنفيذي لسد رفيجي؟ أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. الدكتور عاصم الجزار من وقت توليه حقيبة وزارة الإسكان كان عنده تكليفات مباشرة من معالي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة متابعة وإدارة المشروع، متابعة جيدة ومتابعة مشروع سد نهر الرفيج. بس تبدو الاشاره ان التوقيع العقد كان مع حضور رئيس جمهوريه تنزانيا الاتحاديه والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في دار السلام، اتوقع في شهر سبتمبر 2018. نعم. وكانت العقد قيمه 2.9 مليار دولار. الدكتور عاصم شدد على حاجه مهمه جدا، ان اللي بيحصل دلوقتي في دوله تنزانيا في السد ده هو امتداد يمثل الدوله المصريه، واحنا في حاجه ان احنا نثبت قدره ونجاح الدوله المصريه وشركاتها في تمديد المشروعات الكبرى خارج الوطن، زي ما بيحصل من انجازات مختلفه داخل القطر المصري. نعم. الاجتماع اللي حصل، الاجتماع الثاني، كان بحضور اللواء امير احمد استاذ رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني ومسؤولين الوزاره عن المشروع، وطبعا ممثلي الاتحاد اللي بينفذ المشروع شركه مويل العرب والسويدي الكتريك دوله تنزانيا. خلينا نخش في تفاصيل اكتر عن المشروع اللي يعني بيضم التحالف المصري هناك. الوزير اكد ان يتم تنفيذ جميع الخطط اللي تم الاتفاق عليها في التعاقد وتكثيف جميع البرامج الزمنيه لتنفيذ المشروع في وقت حتى اقصر من الوقت اللي اتفقنا عليه مع الجانب التنزاني، وتوفير كل وسائل الدعم المطلوبه. الدوله في ظهر الشركات اللي بتنفذ المشروع بالكامل، الشركات اللي بتنفذ المشروع حاليا هي تمثل الدوله المصريه في دوله تنزانيا. والمتابعه الدوريه اللي بتحصل والاجتماعات اللي بتتم بحضور كل القيادات والمسؤولين عن المشروع علشان نتوقع اي معوقات تطرا او على سير العمل بالمشروع ويتم تذليلها. طيب باشمهندس، ما هو طبيعه الدعم الفني او التقني او الاداري الذي يمكن ان تقدمه وزاره الاسكان للتحالف او للشركات الوطنيه القائمه على التنفيذ؟ الدعم الفني دايما بيكون يا فندم لما يكون في مثلا معوقات في استلام الارض، في توفير الخدمات اللي هناك، في توفير جميع انواع التنسيق اللي بتتم مع الجهات اللي بتنفذ المشروع ومع الجهات اللي داخل القطر التنزاني نفسه. نعم. زي ما اتفقنا معاهم ان بيكون في مقر دائم لعمل المشروع هيكون ان شاء الله في مدينه السلام، في مدينه دار السلام. وحاليا هو تم عمليه استلام الارض خلاص من الجانب التنزاني، وتم عملية الرفع المساحي، وتم وضع خطط للسلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة والأمان، تم توريد 62 معدة وحوالي 265 عامل فني ومهندس في المشروع حاليا. التسجيل الأعقاب بتحصل لما يكون مثلا في مشاكل محتاجة قرارات على مستويات أعلى، فلما بيتم متابعة دورية من الوزارة بيتم تسجيل جميع العقبات. حاليا بيجري عملية رفع طبقات التربة والمسح الجيولوجي للمنطقة، استلام الأرض بالكامل، في عملية كل الخطوات باشمهندس، كل الخطوات اللي حضرتك بتشير إليها وإن كانت خطوات أولية لكن القائمين عليها أيضا من الخبرات المصرية المنفذة للمشروع. كل الخبرات اللي بتنفذ المشروع يعني الخبرات مصرية، حضرتك عارف ده مشروع قومي لدولة تنزانيا ومشروع قومي برضه لمصر، التمثيل قدير جدا للدولة المصرية في دولة تنزانيا. نتعرف بسرعة على مكونات السد. السد ده هيبقى فيه منشأ كهربائي هيولد حوالي 2000 ميجا وات بالقدره الكهربائيه، وهيتعمل بهدف توليد 6 مليون ميجا وات ساعه سنويا، هتكفي استهلاك حوالي 17 اسره تنزانيه. عارف حضرتك 17 مليون اسره تستفيد من عمليه الكهرباء اللي اتولدت من السد. نعم. هيتحكم السد كمان في عمليه الفيضانات اللي كانت بتحصل، كانت بتدمر جزء كبير جدا من الحياه البيئيه اللي موجوده هناك، وكان بتسبب مخاطر سيول ومستنقعات. هيتم تنفيذ يعني زي حوالي تخزين 34 مليار متر مكعب ميه في بحيره مستحدثه خلف السد. ده هيضمن توفير ميه بشكل دائم على مدار العام لاغراض الزراعه والحفاظ على الحياه البريه والبيئيه الموجوده في الغابات الموجوده في اكبر جزء من اكبر الغابات في قاره افريقيا والعالم.
الطبيعي ان ان الطبيعي يا باشمهندس ان يوفر المشروع فرص عمل لابناء هذه البيئه التي سينفذ فيها مشروع ستيجلر جورج او مشروع سد نهر رفيجي، لكن هل هناك امكانيه ايضا لان يوفر المشروع او ان يسهم المشروع ايضا في مزيد من فرص العمل للايدي العامله المصريه التي ستكون جنبا الى جنب مع الخبرات الهندسيه المصريه الموجوده هناك؟ ده سؤال كويس جدا يا فندم. هو فعلا الخبرات المصريه اللي هتبقى موجوده هناك هيوفر فرص عمل للمواطنين في دوله تنزانيا، نعم. وكمان فرص عمل للمصريين، نعم. يعني هو الفريق العمل هيكون ان شاء الله مشترك ما بين دوله جمهوريه مصر العربيه ودوله تنزانيا الاتحاد. الحديث عن البرامج الزمنيه اللي رئيس الوزراء وزير الاسكان دكتور عاصم الجزار اشار بحتميه الالتزام بها، والعلاقه الممتازه التي تربط الرئيس السيسي بالرئيس ماكوفولي وبعدد كبير من الرؤساء الافارقه في خضم السنوات الماضيه، ماذا عن البرامج الزمنيه التي ستطلع الشركات المنفذه الالتزام بها ايضا؟ الشركات المنفذه عرض على دكتور عاصم والمسؤولين في الوزاره امبارح البرامج الزمنيه التعاقديه اللي تم الاتفاق عليها، نعم. وتم كمان عرض بعض النماذج لبعض المهمات اللي ممكن يتم ضغط برامج الزمنيه فيها لاهميه المشروع على مستوى الدوله. طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت مهمه جدا تتعرض ازاي هيتم عمل اداره. هو معلش، هل يمكن الكشف عن البرامج الزمنيه الموثقه في العقود الموقع عليها و بعض البرامج الزمنيه في بعض التفصيلات التي يمكن ضغطها كما اشرت؟ خلينا بنتكلم احنا في مرحله نضوج للتصميم. طيب خلاص، مرحله نضوج للتصميم، ولكن تمام. ولكن في مؤشرات بتقول ان المشروع ان شاء الله في يعني في طريقه لنجاح وقت اقل من كده، نعم. ولكن الدكتور عاصم اكد على حاجه مهمه جدا، استخدام جميع اساليب الاداره واحدث ما توصل اليه العلم في اداره المشروعات الهندسيه بهذا الحجم. يعني ما نستخدمش اساليب قديمه في الاداره او اساليب قديمه في التنسيق والمتابعه، لازم يتم استخدام جميع الاساليب الحديثه على مستوى العالم في اداره هذا المشروع القومي لدوله تنزانيا. معلش يا باشمهندس، هو السؤال قد يبدو مش وثيق الصله بوزاره الاسكان، لكن لا باس ايضا ان نطرح المساله حتى ولو من منطلق فتح افاق اوسع لمشروع من هذا النوع. هل هناك تنسيق مع اي وزاره من الوزارات او اي هيئه من الهيئات لكي يكون المشروع مرتبط بشراكه اكبر بين مصر وتنزانيا؟ هل هناك تنسيق مثلا مع وزاره الزراعه لمحاوله الاستفاده من بعض الثروات الموجوده هناك من منطلق ان يتسع المشروع ليشمل افاق اوسع؟ هل هناك تنسيق مع وزاره الصحه لتقديم الخبرات المصريه في تقديم الرعايه او لكي يشمل مثلا حمله الكشف عن فيروس سي لمليون مواطن افريقي جانب من المواطنين التنزانيين، ولا المساله لم تتبلور على هذا النحو؟ هو ما اتناقش الموضوع ده في اجتماع امبارح، لكن على حد علمي كان في تنسيق مع وزاره الري ووزاره الزراعه في اول دراسات المشروع، لكن تفاصيل التعاون مع جميع وزارات وكيان الدوله المصريه، نعم. يعني ما اتناقشتش في اجتماع امبارح، ولكن يعني ممكن يبقى في ان شاء الله في مداخله اخرى ان شاء الله معلومات اخرى يتم توفيرها عن طريق المداخله التلفزيونيه. والله انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس عمرو على حتى اناقه حضرتك في الرد على فكره عندما تتحصل على معلومه كافيه ستقدمها. شكرا جزيلا للمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، متحدثا عن الاجتماع الذي حضره او ترأسه وزير الاسكان عاصم الجزار حول خطوات تنفيذ مشروع سد ستيجلر جورج، مشروع نهر رفيجي في تنزانيا.